سيمي فاينال ذا وورلد كاب كلاب وورلد كاب فيرست وي ار هامبلد ذات وي ار مانجد تو بي هير. اولا نتشرف اننا هنا في نصف النهائي للمره الثانيه على التوالي. هذا جيد لفريقنا ولنا وللمشجعين. نعلم جميعا كم كان الامر صعبا عندما واجهنا بالميراس سابقا في قطر. ذهبنا لركلات الترجيح للفوز، وهذا يظهر مدى المستوى الجيد في كلا الفريقين. ونحن ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي، وهم ابطال امريكا الجنوبيه لثاني مره ايضا على التوالي. هذا يظهر قوة الفريقين بنفس المدربين. نحن جاهزون، أتينا هنا للفوز باللقاء. واجهنا العديد من الصعاب، نحن لا ننظر إلى الصعاب ولكن ننظر إلى اسم الأهلي. لدينا فقط 5 بدلاء ولكننا نؤمن بأنفسنا، وفي النهاية هناك فريقان في الملعب، لذا نحن جاهزون ونتطلع للمباراة ولتكرار ما حدث في المواجهة السابقة. نعم، لديهم الفرصة، تخطينا المخاطرة، وهذا يعتمد على حالتهم. نحن استدعيناهم وسيكونون متاحين، ولكن هذا لا يعني أنهم سيشاركون. هم كانوا يلعبون في نهائي أمم إفريقيا وسيسافرون مسافة طويلة، وهذا ليس سهلا. هناك عدد من الخطوات قبل مشاركتهم. نحاول مع الإدارة إيجاد الحلول دوما لاستدعائهم بسرعة وسهولة، ولكن عندما لعبنا المباراة الأولى لم يكونوا هنا، وقد رأينا ثقة في أداء الفريق، وهذا يدعوني للثقة بهم أكثر. نحن نريد الفريق متكاملا بالطبع، ولكن علينا إيجاد التوازن واللازم مع مراعاة الأداء والديناميكية اللازمة وكذلك الأريحية المتوازنة، وهذا أمر صعب. ولذلك كرة القدم ليست خطط فقط، علينا إيجاد التوازن الأمثل بين اللاعبين وإيجاد اللاعب الأمثل. لم أرهم بعد، فكيف لي أن أعرف مدى استعدادهم؟ كل الناس يتحدثون عنهم، وأنا أيضا أتساءل أين هم؟ أريد أن أحييهم وأرحب بهم. علينا أن نتفهم أنهم الآن ليسوا سعداء، لقد خسروا النهائي منذ فترة قليلة، وهذا أمر ليس سهلا. أتمنى أن يتجاوزوا الإحباط ويساعدونا إذا استطاعوا، ولكن لم أرهم بعد بعكس فريق بالميراس. الأهلي فريق عظيم بالنسبة لي. عندما قدمت للتدريب كان لدي طموح كبير، وأن أكون مدربا للأهلي هذا أمر كبير. في الموسم الماضي حصل الأهلي على جائزة أفضل فريق في الشرق الأوسط. هذا أمر كبير وشرف لي أن أكون المدرب لهذا النادي. وأنا أتفهم أن الأهلي مر عليه مدربين كبار من أوروبا، وأنتم تعرفون الأسماء ويمكنكم البحث والمشاهدة على التلفاز. لم أكن أتوقع أن أكون في نفس المكان الذي كان به مدربون كبار من أمريكا الجنوبية، ووجودي في مكان كان به مدربون كبار في الأهلي مثل الشهير مانويل جوزي، والكل يعرفه، لا يمكن لأحد أن يكون مثله. هو أمر كبير بالنسبة لي الوصول إلى كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، أمر كبير. ولكن جوزي حقق إنجازات عديدة، إذا نظرت له أجد المسافة بعيدة. أنا هنا منذ 15 شهرا فقط، وهو استمر ل7 سنوات وفاز بدور الأبطال 4 مرات. لدي 3 ألقاب وربما أحصل على الرابع في المرة القادمة، لا أحد يعلم، الأمر في علم الله. ولكنه مدرب كبير وأنا دوما أتحدث عنه وأقدره. من العدل ألا تتم مقارنتي إلا بعد 7 سنوات، ولكن هذه الفترة طويلة وليست سهلة أن تكون مدربا للأهلي ل7 سنوات. ولكن لا أريد المقارنة، فهو مدرب كبير من البرتغال وعمل مع أساطير. لم أرى محمد شريف بعد، أعلم الغرض من السؤال وهو التبديل الذي حدث له، ولكن محمد شريف لاعب محترف وهذه الأمور تحدث في كرة القدم. أنا لدي مثال جيد لشريف، وهو ما حدث لعمرو السولية عندما خسر منتخب مصر في بطولة العرب وهو سجل بالخطأ. كان محبطا وكان هناك فترة قليلة، وقلنا أنه سيساعدنا في مباراة الرجاء، وحدث بالفعل أننا فزنا باللقب. فقط أقول لمحمد شريف انظر للسولية، ولدينا احتمال أن تفوز غدا أو يكون له الفرصة للعب في نهائي كأس العالم للأندية. سيكون هذا ممتاز له ولتاريخ الأهلي.